يتصاعد الغضب والاستياء في محافظة الديوانية إزاء إحالة مشروع 42 حيا سكنيا بقيمة 300 مليار دينار لشركة متهمة بالفساد ومتلكئة وغير رصينة، وسط مطالبات بالتراجع عن القرار وإحالة مثل هكذا مشاريع ضخمة لشركات الرصينة. المزيد في سياق هذا التقرير. فشل آخر يضاف إلى سلسلة نكبة الخدمات في الديوانية بعد قرار إحالة 42 حين إلى شركة واحدة لغرض التأهيل بمبلغ يصل لأكثر من 300 مليار دينار، ما أثار غضب الأوساط الشعبية في المحافظة كون هذا القرار يخالف المنطقة والواقع بحسب مراقبين، ما جعل التحركات البرلمانية تتجه لإيقافه. نفاجئ بإحالة 42 حي في محافظة الديوانية، هذه الأحياء التي طال انتظارها من قبل المواطنين بمبلغ ما يقارب تقريبا 332 مليار دينار لشركة، وهذه الشركة أثيرت عليها كثير واقعا من الأقوال في مواقع التواصل وغيرهما، يعني دعانا إلى إرسال معلومات للتحري عن هذه الشركة، ووجدنا أن هذه الشركة هي شركة إسبانية، وبالتالي من خلال أيضا كثير من الدعاوى التي أقيمت على هذه الشركة باعتبار لديها أعمال في محافظة الحلة، هذه الشركة ليس لديها كفاءة مالية، بحيث أن هذه الشركة كتبت وزارة التخطيط إلى وزارة العمارة والإسكان بأن تكون مصادرة أموالها المنقولة وغير منقولة، لأنها لم تستطع دفع مبلغ ما يقارب 6,732,000 دينار عراقي إلى المختبر الوطني الإنشائي في محافظة الحلة، وبالتالي كيف لهذه الإمكانية الضئيلة جدا بأن تنفذ مشاريع بقيمة أكثر من 330 مليار دينار. أيضا لديها هذه الشركة كثير من الدعاوى المقامة ضدها في هيئة النزاهة، أيضا ليس لديها حتى كفاءة فنية. نقابة المهندسين بدورها أقامت وقفة داخل مقرها لغرض إلقاء بيان يوضح للرأي العام مدى خطورة أن تحال أعداد كبيرة من الأحياء إلى شركة متهمة بالفساد. تسليط الضوء على نقاط مهمة كانت السبب هي في تجمعنا هذا وفي بياننا، اللي هي من أهمها كانت عدم تطبيق قرار مهم لرئاسة الوزراء في تضمين أعمال الأحياء التأهيل، كذلك طلبنا ما يثبت أهلية أو إمكانية الشركة المحالة للأعمال بتقديم أو تبني عمل مهم واستراتيجي في محافظة ديوانية، كذلك أشكلنا على موضوع كون إحالة المشروع لشركة واحدة والمشروع استراتيجي ولل 42 حي. وطالب مقاولون بإحالة هذه المشاريع إلى عدة شركات الرصينة في وقت تعاني فيه المحافظة من فشل بعض الشركات وتلكؤ عملها، الأمر الذي أوصل المدينة إلى أسوأ واقع خدماتي. كل المدينة تعبانة، الناشد دولة رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات العاجلة تحلت المشروع، إلا أنه إعادة النظر بتوزيع المشاريع على شركات رصينة. الديوانية بعد ما تتحمل نكسة. من الديوانية سيف علي، قناة دجلة.